يقول السائل: طفت شوطين ثم انتقض وضوئي، ثم توضأت وجئت بالأشواط الخمسة الباقية وأتممت العمرة، فما الذي يجب علي الآن فعله؟ يجب عليك أن تعيد ملابس الإحرام لأنك لم تتحلل إلى الآن، فتعيد ملابس الإحرام وتبدأ العمرة من جديد، تطوف طواف كامل ثم تسعى بين الصفا والمروة ثم تحلق رأسك أو تقصر، لأن الطواف إذا انتقض الوضوء بطل الطواف، مثل الصلاة إذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة، وكذلك الطواف إذا انتقض الوضوء وأنت تطوف بطل الطواف، فلا بد من إعادته من أوله، ولا تبني على الأشواط التي انتقض فيها الطواف لأنها باطلة.